ما خطوكمش مباراة يعني كانت صعيبة، كنظر أنا تغسير يعني اللي راهم دار مليح في الشامبيون هذي. الحمد لله حنا خرجنا من أندية فات يعني صعيبة، كنظر هذيك الطرات اللي كانت كما نقولوا حنايا ما كناش نتوقعها حنايا ولا الشرق تاعنا، كانت يعني كبوة بالنسبة لنا حنا. يعني تعاهدنا في بعضنا حنا كستاف تكنيك كادمينستراسيون ولا دي جوار انه نديروا ان بون ريزولتا في الخرج ان شاء الله اللي وعدنا به الشعب تاعنا، يعني اللي يعطيه الصحه اللي جا وتفاهم الوضع يعني في ماتش العربي ودار فينا ثقه كبيره. الحمد لله يعني الفتره اللي ريحنا 23 يوم يعني استفدنا منها كثير وانه خدمنا خدمنا بها، جينا بعزيمه ان نديروا نتيجه ايجابيه والحمد لله ربي وفقنا ان درنا نتيجه ايجابيه. بيسير نشكر دائما فضل يعود الزملاء تاعي بيسير الستاف تكنيك الستاف ميديكال ادمينستراسيون ان شاء الله، وبابا ان شاء الله تكون هذه الانطلاقه تاعنا ان شاء الله لبروشيان ماتش اللي راهم جايين.